بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على موعد قريب لاحتفال بتخريج الدفعة 41 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل حول هذا الظرف الاستثنائي الذي منعني من أن أكون بينكم ومعكم في يوم فرحتي وفرحتكم. وكلنا أمل الله عز وجل أن تزول هذه الجائحة قريبا برحمته تعالى، بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، من جهود وطنية عظيمة كان فيها الأمان الصحي للمواطنين والمقيمين أولوية قصوى، وتحقق نجاحات غير مسبوقة عالميا في الحد من تفشي هذه الجائحة وتداعيها. أبنائي وبناتي الأعزاء، يسرني اليوم وأنا أبارك لكم خرجكم من هذه الجامعة العريقة التي أكملت نصف قرن من العطاء المعرفي والبحثي والمجتمعي، حيث كان لها في كل الأجيال المباركة بفضل من الله تعالى دور وحضور كبير وصمات ناصعة في تنمية الوطن والمواطن في جميع المجالات التي ستسهم وساهمت بإذن الله تعالى في مسيرة البناء والعمل لهذا الوطن الغالي وما تقدمه. كما يسعدني أن أهنئ الآباء والأمهات وأسر الخريجين الذين يعيشون فرحة أبنائهم وبناتهم، يثمن لهم كل عطائهم الكبير خلال دراستهم، وأن نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الأجيال تكون خير معين تحقيق تطلعات الوطن بإذن الله. كما لا يفوتني أن أشكر معالي مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي وزملائه منسوبي الجامعة من هيئة تدريس وإدارة وفنيين على ما قدموه ويقدمونه من جهود متميزة لاستكمال المسيرة التعليمية في هذه الظروف وتوفير البيئة التعليمية البديلة لأبنائنا وبناتنا، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.